طب بناء على كلام دكتور عبد المنعم اللي هو كلنا عارفينه عن السياسه المصريه، اذا هل مصر هنا بتدعم طرف ضد اخر، تدعم الجيش السوداني كمكون رئيسي في الدوله السودانيه، ولا في هذا الامر تراه امرا داخليا ونحن على الحياد ونريد فقط سودان واحد، خاصه انه اوريدي الجنوب قد انفصل؟ لا، هو بالطبع هنا دكتور عبد المنعم أشار لنقطة مهمة، وهي فعلا النقطة المحورية. لا، مصر تريد سودان واحد، هي مش منحازة على الإطلاق، هي انحيازها لأن تكون هناك دولة مركزية في الخرطوم، دولة قوية، حكومة قوية، رئاسة قوية، قوات مسلحة بالمعنى الشامل والواحد، الأول الواحد والثاني الشامل الممثل فيه كل اللي موجودين في الداخل السوداني. الجيش السوداني ما هوش جيش حديث العهد، لا، ده جيش ليه تراث ومؤسس منذ ما قبل الاستقلال وتقرير المصير وغيره، يعني عنده تراث يحق له أن يمارس دوره الدستوري اللي منصوص عليه في الدستور السوداني، وده الأمر المعترف به على المستوى الدولي في كل دول العالم، جيش واحد، جيش جامع. علشان كده مصر كانت بتؤيد الإدماج وبتدفع في اتجاهه، إدماج الدعم السريع في الجيش داخل، بالظبط كده. ربما يعني إنشاء الدعم السريع كان موجود في ظروف استثنائية من العصر السابق للثورة السودانية، هذا أمر يخص السودانيين، هذا أمر لا نتدخل فيه، لكن الدولة المصرية بتدعمه منذ إزاحة نظام البشير بالإرادة السودانية للشعب السوداني، ومصر تدعم هذا المكون المركزي، المكون المركزي اللي هو جواه كل الأحزاب السياسية السودانية، القوات المسلحة السودانية، أجهزة الأمن السودانية، الكلام دوت الدعم المصري بيقدمه من أجل دولة وطنية سودانية متكاملة، قادرة على الإمساك بكافة ملفاتها، إنها تواجه التحديات اللي حضرتك ذكرتيها في المقدمة، تحديات أمنية ليها علاقة بدولة ليها جوار مع 8، ليها حدود تماس مع 8 دول أفريقية، ليها شراكة معانا في موضوع الأمن المائي، وده أمر أعتقد في غاية الأهمية والحساسية، وده يخلينا بندعم إن تكون هناك دولة واقفة على رجليها، قادرة، صلبة، تقدر تدخل معانا في جهد حول توفير الأمن المائي للشعب السوداني في البداية ثم الشعب المصري. كلام دوت محتاج لدولة مركزية قادرة تقوم بدورها، هو ده اللي بتدعمه مصر.